إذا بتخاف اوعى تحضر هذا الفيديو. شفت كتير عادات غريبة بالعالم، بس مثل هالعادة ما شفت. مرحبا بكم في جزيرة مدغشقر. من أغرب العادات يلي بيعملوها سكان جزيرة مدغشقر إنه بيطالعوا أمواتهم من قبورهم كل 6 سنين وبيلبسوهم هاللبس المرتب وهالأقمشة الملونة وبيحتفلوا معهم وبيرقصوا معهم، ويطلق على هذا الطقس اسم الفاما ديانا. منشوف بهذا الطقس الأهالي عم يحتفلوا مع الموتى وعم يرقصوا معهم وعم يعملوا كل الطقوس الغريبة، وكل هاد الشي لأنه هن مفكرين إنه رح يوطدوا علاقات المحبة بينهم وبين موتاهم. طبعا هاد الشي محرم بكل الأديان السماوية لهيك.